مشاهدينا المحترمين، سلام الله عليكم، اهلا بكم الى حلقه جديده من البلاد اليوم التي نتابع فيها اخر تطورات كورونا وارقام كورونا والوضعيه الوبائيه المتعلقه بكورونا في الجزائر. طبعا حسب اخر الارقام التي نشرتها مساء هذا اليوم وزاره الصحه والسكان واصلاح المستشفيات واللجنه العلميه لمتابعه تطور وباء كورونا في الجزائر، عندنا 293 حاله جديده خلال 24 ساعه الماضيه، 7 وفيات رحمهم الله، المتواجدون في العنايه المركزه بلغ عددهم 44 حالة. طبعا أهم الولايات اللي شهدت فيها الأرقام ارتفاعا نسبيا أو ملحوظا مقارنة بباقي الولايات طبعا هي ولايات العاصمة ب 33 حالة، وهران ب 25 حالة، 18 حالة في ولاية سطيف، وفيه ولايات أخرى عندها أرقام أخرى مختلفة ومتباينة ربما تعرض حاليا في الشاشة بصورة سريعة. لكن السؤال المطروح اليوم، ماذا تعني هذه الأرقام؟ كيف نقرأ هذه الأرقام؟ كيف نتوقع ونستشرف مستقبل المعالجة أو التعامل مع الوضعية الوبائية الجزائر بناء على هذه الأرقام؟ وصلنا تقريبا إلى 700 حالة يوميا خلال الأسابيع الماضية، لكن الآن الحالة انخفضت إلى ما دون 300 إصابة، 293، وانخفاض شبه يومي، يعني يوميا في انخفاض مقارنة باليوم الذي سبقه. نتساءل اليوم خصوصا ونحن على موعد مع دخول اجتماعي، دخول مدرسي، دخول جامعي، عودة أهم النشاطات إلى طبيعتها وإلى روتينها اليومي طبعا بعد العطلة الصيفية وأحيانا العطلة الممددة لبعض القطاعات بسبب وباء كورونا. نسأل كيف سنتعامل بناء على هذه الأرقام، كيف نخليه هذا المنحة يعني الذي يتناقص تناقصي حول الكورونا مستمرا، وكيف لا ندخل مجددا إلى الارتفاع وعودة الأرقام اليومية المرتفعة، خصوصا أنه فيه دول أوروبية مثل إسبانيا مثل فرنسا مثلا عرفت خلال أسابيع انخفاضا كبيرا، أحيانا وصلت إلى درجة أنه ما فيش إصابات يعني بالأرقام الملاحظة يوميا، لكن الآن عادت الأرقام وبدأت الأوساط هناك تطرح الأسئلة، هل عادت الكورونا؟ هل نحن ينبغي لنا أن نعيد النظر في الإجراءات؟ وهل هناك موجة ثانية خصوصا ونحن الآن على أبواب فصل الخريف ويبرد الجو نوعا ما مقارنة بالفترة الصيفية؟ الإنفلونزا الموسمية هل ستعود وتخلط لنا كل الحسابات؟ أسئلة وأسئلة أخرى بحول الله نسعد بأن نناقشها رفقة الدكتور حكيم بورنان، الطبيب طبعا والناشط الجمعوي. أهلا بك دكتور. شكرا لك أستاذ علي وبارك الله فيك على الاستضافة. دكتور، 293 إصابة يومية وعندنا منحة يعني تناقصي منذ أيام، ماذا يعني هذا؟ على كل حال ما نقولوش مرحلة التناقص، لكن الحالة راهي مستقرة 293 يعني حالة. التناقص راك متحفظ عليه. نعم أكيد، 293 حالة في 24 ساعة، معناتها كاين حالات مؤكدة، معناتها احنا طبيا علميا هناك احتمال أنه يكون انتقال الفيروس أو تكون هناك انتكاسة. احنا كنا نشوفوا يعني مراحل ايضا حتى الفيروس، يعني من 17 هنا الاعراض اللي هي معروفة، اعراض اللي تمس الجهاز التنفسي ومن بعد ولا تمس ايضا الجهاز الهضمي دير إسهال الإيقاع، ومن بعد لحقت المرحلة أنه تسبب فقدان حاسة الشم وفقدان أي حاسة الذوق، وكان هناك بعض الأعراض اللي تسببت لنا حالة مضاعفات بالنسبة للناس اللي عندهم أمراض مزمنة. درك حقيقة الناس يعني راهم تأقلموا وتعايشوا مع الفيروس كورونا فيروس، خاصة في الآونة الأخيرة صح الحالة راه مستقرة وما كانش فيه ضغط في المستشفيات، هناك أيضا لحد الآن هناك علاجات منزلية سواء مضادة حيوية تحت إشراف طبي، وأيضا متابعة تكون دورية خوفا أيضا من انتقال العدوى في الوسط العائلي أو في الأحياء تكون يعني مناطق أيضا أحياء موبوءة. لكن هناك بعض ما نقولوش نقولوا موجة خوفا من موجة ثانية، صارت موجة ثانية أيضا في جوانجويليا يعني لعدة أسباب، سواء كانت تجمعات الاكتظاظ زيارات الأحراز خاصة الأعياد، لكن هناك أسباب علمية منها أنه الفيروس صارت طفرة. السبب الثاني هناك مناطق كثيرة ولايات كثيرة ما كانتش موبوءة أصبحت موبوءة، وشفنا الارتفاع الكبير اللي كان كاين، هذا علميا. هنا لازم ايضا مع يعني اللجنه العلميه تتابع في ترصد الحالات على الاصابات، لكن هناك عند حالات الاصابات اللي مكتشفه عن طريق سكانر، هناك عن طريق السيرولوجي ما نقولوش اللي هو البي سي ار اللي هو يقدر ياكد لنا، لكن على الاقل يقدر يوجهنا التشخيص. لكن حنا الخوف تاعنا الحالات راه مستقره صحيح اكيد، لكن مع الدخول الاجتماعي راه يكون ودخول مدرسي وجامعي، الخوف هذا انه يكون ينتقل الفيروس. اكيد هناك الهيئات الصحيه راه دير في بروتوكول صحي سواء في الامتحانات البكالوريا او سواء كان دخول
المدرسي سواء عدد الاقسام سواء في الاساتذه باش يكون بروتوكول صحي باش نتفاداو باش ما يكونش هناك موجه ثانيه وارتفاع يكون محسوس وما نقدروش نتحكموا في الوضع. هنا هذا البروتوكول الصحي بصح هناك ايضا امور اخرى اللي ايضا هو الانقلاب الصيفي الخريفي جاي الخريف الناس هناك ايضا الناس اللي الحمد لله ما كانش ماهيش كاينه فوبيا وخوف مثل كان في البدايه. دوك الناس تجاوزت الازمه نفسيا تجاوزوها رفعوا الحجر الصحي الناس رجعت يعني الحياة الطبيعية ولازم نتعيشوا لازم نكون مثل ومثل أي فيروسات اللي كانت الفيروسات أي كانت سواء كان موسمية والفيروسات إيبولا والسارس والكورونا وراها وكانت تنتج دي فاكسان ولقاحات. لكن هنا الإنسان يعرف كيفاش يتعامل معها بمعنى يعرف يتعامل معها بتشخيص مبكر أنه يتوجع عن طبيب يتفادى ايضا تناول عشوائي لاي ادويه لان يعني بعض السلوكات السلبيه اللي صارت. لكن هناك ايضا وعي صحي ان الناس عاد دير في القناع الواقعي الناس عاد تحاول دير تباعد جسدي خوفا منها. لكن كان بعض الحالات يعني السلوكات السلبيه لبعض الناس اللي راهم ينقلوا هو العدوى سواء كان في اماكن العمل تاعو ولا في العائله تاعو. لكن هنا الخوف من انه تكون فيه الخريف ورانا شفنا موسم تاع الصيف كان مكيف الهواء كليماتيزير في الدار دي الناس بزاف صارتهم يعني بروبليم التهابات في الجيوب الانفيه ولا الاخر يقول لك راني كورونا راني متخوف ما يروحش للبيطال يخاف ينقل العدوى ولا يدير العدوى يفوت عن طبيب والله يروح يدير مباشره يدير سكانر ويلقاو بلي عنده كوفيد يقول يدخل في خوف. لكن هذه الوضع ولا لا فيرولونس قوه الفيروس نقص بصح اصبح سريع انتشار والعلاجات مش معناتها هذه تسال المواطن يقول لك واش معناتها نقص يعني في الفيروسات. الفيروسات معروفه من تكون فيروسات بصفه عامه ماده وراثيه وفيها الغلاف تاعها غلاف بروتيني ADN ولا RN. دونك هو اصلا الفيروس عندما يدخل جسم الانسان يدخل يولي يدخل ثم يولي يدير يخترق الخلايا تاع جسم الانسان الايرن. نعم هو راه الايرن كائن غير حي ايرن ما عندوش نواه خاصه الفيروس الكورونا التاجي هو اما يدخل خلايا جسم الانسان يدخل ويتكاثر ويزيد يعاود يدير ميوتاسيون ينسخ النسخ تاعو ويكثر وتسبب المضاعفات. الفيروسات بصفه عامه هي تسبب يعني اعراضها باينه سواء كان عندها علاقه بالجهاز التنفسي لكن الانسان ما يتخوفش منه يعني اصلا تصير 5% من الناس اللي عندهم امراض مزمنه اللي عندهم نقص مناعه اللي تسببهم مضاعفات الى حاله وفاه. 85% الجسم تاعهم الجهاز المناعي تاعهم راح يفرز اجسام مضاده تقاوم هذا الفيروس اي كان خاصه الفيروس كورونا. لكن خايفين ربما دكتور لماذا؟ لانه عندنا مثلا دول اوروبيه انخفضت فيها ارقام الكورونا وتقريبا عادت الحياه الى طبيعتها لكن عادت الأرقام للارتفاع. مثلا في فرنسا بدأ يعني النقاش جديا حول أنه ينبغي يعني لنا نشد الأمور نعود نفرض إجراءات كنا تخلينا عليها في السابق. نعم أكيد على كل حال نشوف فرنسا مثال حوالي 20,000 إصابة يعني يوميا هذا باش 20,000 إصابة مع توفر الكشف السريع باش نكونوا صريحين كشف سريع سواء كان بي سي ار ولا سيرولوجي اي شخص يكون عنده اعراض او حامل فيروس او انسان شك او عنده واحد فرد من العائله عنده فيروس حنا نستناو 14 يوم حجر صحي صحيح لكن هو يروح مباشره يعمل عند مخابر سواء كان خاصه ولا عموميه يعمل تحاليل يلقاوه ثم اللجنه العلميه تاعهم ترصد بلي كان 20,000 اصابه في فرنسا مثال او اسبانيا وهناك ايضا موجه ثانيه سواء كان حتى في الصين. الصين حاليا لحقت 200 حاله في المقاطعات اكل كثير في الصين لكن ايضا في البرازيل لحد الان مازالت 20,000 ثاني يوميا. لكن احنا كل منطقه وكل دوله يعني وخصوصيتها احنا الهيئه الصحيه او خبراء اطباء احنا ديما راهم ينصحوا بالناس الناس راهي صح باريحيه الارقام مستقره وراهي تنقص مقارنه ب 600 الحاله مؤكده لحق 293 الناس يقول لك صحيح ما كانش ضغط في المستشفيات ونقصت الحالات لكن مازال كانت حالات مؤكده يقدر يعدي يقدر ينقل الفيروس وحنا ذكرنا مع دخول اجتماعي يكون فيه الاكتظاظ تكون فيه ايضا يعني لكن ايضا الاكتظاظ شهدنا اكتظاظ تروح للمراكز التجاريه فيه اكتظاظ الشواطئ فيه اكتظاظ يعني الحياه تقريبا عادت لطبيعتها. هو اي فيروس يقيس اكبر عدد من البشر هو هذا هو فيروسات يعني بصفه عامه يعني من البدايه خلق الفيروسات الخبز تاعها هو في هذا الشيء في هذا الشيء تحت كشو مناعه قطيع يعني تعدي وتصيب اكبر شريحه من السكان ومن بعد يبدا ينقص الفيروس تاعو قوه الفيروس وتبدا تنقص يولي ايضا القوه تاع الفيروس ما ياثرش على الخلايا الجسم الانسان ما يتكاثرش تنقص لكن يولي سريع الانتشار. هذا في الفيروسات بصفه عامه خاصه فيروس كورونا فيروس. لكن هنا الناس ديما اخذ واجب الحذر والاحتياط وايضا احترام اجراءات الوقايه وهذا بصفه عامه اي امراض كان وبائي احنا ديما نصيحتنا دوك ديما نركزوا على فيروس كورونا. احنا جاتنا وباء كورونا لازم على الاقل نستثمروا فيه صحيا ونتوعوا
على درجة النظافة تاع البيئة والمحيط، النظافة الجسدية أيضا لازم تقوي الجهاز المناعي، تقوي الجهاز المناعي تاعك، عفوا أستاذ علي، لازم هنا نحوس تقوي جهاز المناعي تاعك سواء كان بالنظام الغذائي ليكون صحي متوازن، أيضا بالنشاط البدني، أيضا بالعمل النفسي كيفاش تقدر تقبل الحالة تاعك. هذا الفيروسات باش تقدر تقاوم لازم تقوي الجهاز المناعي تاعك. لحقنا نظرك تحكمك فيروس كورونا تروح شري زانك تشري فيتامين سي دير فيتامين دي اوكي معليش، لكن انت قوي جهاز مناعتك باش تقدر تقاوم اي فيروس يكون كاين او اي مرض معدي يكون كاين. يعني هذه فقط معركه كورونا، الحرب نعم. ضد الفيروسات لا تزال مستمره اكيد. نعم. لكن يوم الجزائريين يقول لك نريد عوده بصوره اوضح للحياه الطبيعيه، فتح النقل الجوي ونعود الى حياتنا بصوره 100%. هو لازم متى يكون هذا في رايك؟ هي شنو صراحه لازم نذكر لحقنا الدرجه، صحيح واجب الحذر والاحتياط، لكن لازم نرجع لحياتنا الطبيعيه العاديه. هذه واحد ثاني واحده ثاني لازم نتعايشوا مع هذا الواقع المستجد ونتعايشوا مع فيروس الكورونا. كي نقول نتعايشوا صح اكيد، لكن لازم الانسان يغسل يديه باستمرار، لازم الانسان يكون عنده تباعد، اذا كان عنده اي اعراض يتوجه عند طبيب، اذا كان عنده اي اعراض متاكد بلي عنده نزله برد او زكام او فيروس موسمي او كورونا فيروس يروح يتوجه عند طبيب ياخذ علاجات باش ما يقولش العدوى. لازم دوك نتعايش مع الواقع. هذه الاجراءات ما ولاش تشكل مثلا نعملها يعني بدون انتباه، اجراءات اليوميه التباعد ونسب الغاشي عندك واحد الحساسيه تجاه الموقف تبع كان من كورونا فيروس بدات الناس ديرها قبل ما كانش كان هذا الشيء. قد كيما كانت انفلونزا موسميه، احنا شخصيا سواء كان في الاطباء عندما واحد يمرض مرض يعني فيروسي اول حاجه نقولها هو الثلاث متاعك ما تخافوش، المناعه تاعك راح تقاوم هذا الفيروس، لكن نخافوا على الناس اللي عندهم امراض جديده. ربما راه قريب راح يبدا التغيرات الجويه وانخفاض يعني محسوس نوعا ما في درجه الحراره مؤخرا. كيفاش دكتور نتفاداو انه الانفلونزا الموسميه ما تخلطناش الاوراق مع الكورونا؟ هو لازم الانسان عندما يكون عنده بدايه اي اعراض لازم يروح عند الطبيب هو اللي يشخصه باش يقول له هذه الاعراض. لازم هنا ما يقدرش الانسان يفرق ما بين انفلونزا العاديه موسميه ولا زكام ولا نزله برد ولا قادر كورونا فيروس، خاصه الناس راه متخوفه تقول لك عندي نيفيسيح، عندي مود غورج، فوق لا غورج تاعي ناشفه، بدا عندي الكورباتور، راهي كورونا فيروس. هذه الاعراض لانها تشبه الاعراض عامه، اعراض عامه توجه عند الطبيب هو اللي يشخص. دكتور في اقل من دقيقه نحن الان ارقامنا مستقره شيء ايجابي معلش، الان كيف المواطن الجزائري انه يواصل يعني يدعم هذه الارقام ويعود لحياته في اقل من دقيقه؟ ما هي اهم النصائح؟ يعني اهم النصائح نمدهم الانسان لازم يقوي الجهاز المناعي تاعو. هل يقوي الجهاز المناعي تاعو بالنظام الغذائي يكون صحي متوازن، يكثر من السوائل، ايضا يكثر من الحمضيات دوك الموسميه فيتامين سي، ايضا يشرب الفيتامين دي. الانسان اللي عنده امراض مزمنه لازم يتبع الطبيب تاعو وش هي الاجراءات اللي نقدر نديرها سواء كان انه مساوي من الجرعه تاعو، ايضا اذا كان عنده اي اعراض انه يتوجه عند طبيب. التباعد لازم ديما يغسل يده سواء هذا ماهوش غير عنده امراض مزمنه، حتى بالنسبه للاولاد بالنسبه للدخول بمناسبه الدخول المدرسي الغسل اليدين ايضا باستمرار. لازم ايضا يهيئوه نفسيا وش هما يعرفوا الاولاد كورونا فيروس لازم يكون التقاء مباشر بعد على صاحبك يفيتي لي كونتاكت يعني المباشر ما بين شخص وشخص، خاصه اغلبيه الاولاد الاولياء هم اللي يدوا اولادهم ثاني، لازم يتفاداو يكون التجمعات يعني في داخل المدارس يخلوا ليسباس اللي كاين ثم. ايضا عدم يعني التناول العشوائي، انا نوصل وكيت السلبيه صرات انه التناول العشوائي ديريكت يشري زانك ديريكت يشري فيتامين سي ديريكت يشري مضاد حيوي. لا اي بدايه اعراض توجه عند طبيب هو يشخصك ويقول لك هل هي انفلونزا عاديه وهو يعطيك الفتوى النهائيه هو يعطيك فتوى، لكن الانسان يعرف كيفاش يتعامل معها نفسيا باش يقدر يتغلب عليها ويقاومها. وهي فيروس كورونا خلاص على الواقع مستجد رانا ولفنا به تعيشنا معه، لكن نعرف كيفاش ناخذ الاحتياطات وتبقى المعركه الوقائيه. اجراءات الوقائيه هي امر مهم. اشكرك جزيل الشكر دكتور حكيم بورنان الطبيب، كنت معنا في هذه الحصه اعطيتنا قراءه في الارقام وايضا توصيات ان شاء الله ياخذها المشاهدون وناخذها بعين الاعتبار. مشاهدينا بهذا نصل الى ختام حلقه اليوم من البلاد اليوم، ألقاكم بخير، سلام الله عليكم.